لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول تركيا الخبير العسكري السوري عبد الله الأسعد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. ما هي قراءتكم للموقف الروسي عقب إسقاط الطائرة العسكرية الروسية التي كانت في مهمة استطلاعية على سواحل اللاذقية؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. يعني في الواقع الموقف الروسي يبدو أنه ملتبك جدا، وأن موضوع التنسيق مع الكيان الصهيوني لم يكن بالمستوى الذي كانت تريده روسيا من الإسرائيليين. يعني وجدت الآن روسيا أنها ضعيفة أمام إسرائيل وليس أمام أمريكا الدولة العظمى التي ترسق بينها وبين روسيا على الأراضي السورية. طبعا كانت هناك اتفاقيات بين نتنياهو وبين بوتين من خلال زيارات متبادلة على أن هناك يعني قواعد اشتباك متفق عليها بين الطرفين، وأن هناك خط ساخن بين تل أبيب وبين قاعدة تحميمين. وجدت روسيا بأنها أصبحت الآن عرضة لنيران، إما نيران إسرائيلية لأن أو نيران من قبل قوات نظام الأسد أو من قبل الإيرانيين أيضا. فهذا الموضوع طبعا له عدة أوجه وله عدة احتمالات. إذا كانت يعني بالفعل كما وردت الرواية الروسية أن الطائرات كانت متخفية خلف الطائرة L-20 التي كانت على الساحل السوري، فهذا يعني أن هناك تشويش إسرائيلي. طبعا إسرائيل لا إسرائيل لا يعني تقوم بطلعات جوية إلا بعد تشويش إلكتروني على كافة الأجهزة، أجهزة وسائط الدفاع الجوي لنظام الأسد. فلذلك هذا الاحتمال الأول كان يعني من قبل وسائط الدفاع الجوي، وكانت إسرائيل وراء هذا عندما احتمت بهذه الطائرات. وهذا أيضا يعني مستبعد، لأن طبعا أي عامل رادار حتى لو كان يعني جندي موجود على الرادار يعرف بأن هذه طائرة شحن وليست طائرة مقاتلة. الاحتمال الآخر يعني إيران طبعا وراء هذا الموضوع قد يكون لها يد. سنتحدث السيد عبد الله، سنتحدث عن موقف الإيراني. قبل ذلك موسكو تؤكد نظرية إسقاط الطائرة بما وصفتها نيران الصديقة، متهمة الكيان الصهيوني بالتأخر في إبلاغهم بموعد الهجوم. إلى أي مدى تكشف مثل هذه الحجج الروسية طبيعة العلاقات الروسية مع نظام الأسد؟ يعني فعلا هي حجج بالنسبة يعني الروس يضعونها للرأي العام الروسي بالدرجة الأولى قبل الرأي العام العالمي، لأن روسيا طبعا لديها خسائر في سوريا تريد بين الحين والآخر أن تبين هذه الخسائر على دفعات، يعني لا تقدمها للشعب الروسي على دفعة واحدة، لأن الشعب الروسي طبعا هناك اعتراضات على هذه الحرب التي تجري في سوريا وعلى عدد القتلى الذين يمنون بهم الروس في حربهم. فالتنسيق بينهم وبين الإسرائيليين بأنهم قبل دقيقة أخبروهم بموضوع الهجوم، يعني هذا الموضوع يعني غير صحيح، لأن طبعا الملاحة الجوية تعتمد على أسس، هذه الأسس يعني اكتشاف الأهداف وتبيان هذه الأهداف سواء كانت معادية أو صديقة. والطائرة L-20 التي تكون في الأجواء السورية تعطي اشارات تعرف الى محطات الرادار الموجوده على كافه الاراضي، وطبعا يعني وسائط الدفاع الجوي لنظام الاسد جميعها من الاسميتين يعني سام 5 وسام 6 المتواجده على الاراضي السوريه. لا يمكن لهذه القواعد، طبعا لا تملك تقنيه عاليه نهائيا، وانما هي يعني عباره عن وسائط حتى قديمة جدا ويعني غير نهائيا قادرة على نتحدث كذلك عن ما وصفه المعذرة على المقاطعة حتى نناقش جميع جوانب هذا الموضوع. بعض المراقبين رجحوا سيناريو إسقاط الطائرة الروسية من قبل إيران التي تسيطر على أغلب المطارات السورية، وذلك انتقاما لتهميش طهران بعد مؤتمر سوتشي. ما مدى صحة هذا السيناريو؟ يعني هذا الاحتمال ايضا وارد. ايران طبعا بعد اتفاق بوتين اردوغان او روسيا تركيا، طبعا تجد نفسها ايران واستبقت القمه وقالت بانها لن تشارك في اي عمليه على ادلب. طبعا هي تكهنت او بالاحرى كانت لديها هناك
يعني عده معطيات بان الاتفاق حاصل بين تركيا وبين روسيا، لذلك هي اصبحت نعم بالتاكيد بعد القصف الشديد والمتواصل من القوى الجويه الاسرائيليه لها اصبحت تشعر بنفسها بانها مهمشه، فلذلك من الممكن لان نظام الاسد اعطى الايرانيين مطار كامل طبعا لتحط به الطائرات وتقلع، وهذا اصبح تحت صرف الايرانيين، وهناك طبعا لكل مطار حسب العلم العسكري هناك وسطات دفاع جوي تقوم بحمايه هذا المطار العسكري، ومطار مثل مطار السين ومطار دمير التي اصبح الان بيد الايرانيين هي يعني توجد لديها مضادات وسائط ميم طه صاروخيه ارضيه تستطيع ان تتعامل مع الاهداف، وعلى الاغلب روسيا تخفي كثيرا خلف يعني الافصاح عن طريقه الاسقاط هذه الطائره، ربما تكون ايران هي التي قامت باسقاط هذه الطائرات، لان وسائط الدفاع الجوي والرادارات رادارات نظام الاسد يعني من عام 1982 غير قادره على مواجهه الصراع الالكتروني الاسرائيلي في 1982، كانت عندما تقلع الطائرات الاسرائيليه من مطار لد ومطار رمله ومطار تل ابيب كانت تبيض شاشات رادار نظام الاسد ولن ترى اي هدف معادي، وحتى الطائرات التي في الاجواء كانت لا ترى اي هدف من اهدافها، فلذلك من المحتمل نعم محتمل ان تكون ايران هي بوسائط الدفاع الجوي الموجوده لديها في سوريا بعد اعطائها مطار دمير، نعم ممكن ان تكون هي من عملت مع هذه الطائرات من اجل خرط الاوراق. بالحديث عن ايران، هل تظنون ان هناك تنسيق روسيا امريكا او سيكون هناك في المستقبل هذا التنسيق لازاحه ايران من الساحه السوريه؟ يعني بغض النظر سواء كان موضوع إزاحة إيران جدي أو هو عبارة عن بروباغندا إعلامية، هناك يعني تنسيق بين الروس وبين الأمريكان على الأراضي السورية من أجل الملاحة الجوية، من أجل تقسيم النفوذ، تقاسم النفوذ، ومن أجل أن لا يكون هناك أي يعني أخطاء كما حدث في السابق، قصفت أمريكا مجموعة من الجنود الروس أو يعني قصفت مجموعة من جنود النظام وغيرهم، فلذلك هناك في غرف عمليات مشتركة وتنسيق بين ضباط الارتباط سواء كان ضباط عمليات أو سواء كان ضباط ارتباط جويين يقومون بتنظيم الملاحة الجوية، لأن موضوع الطائرات في هذه الأجواء نحن نعرف أن لكل يعني طائرة أو لكل طائرات من القوى المتواجدة على أراضي سوريا لها مجال جوي تتحرك به، فلذلك هي نعم على تنسيق كبير جدا سواء كانت الغاية من إخراج إيران أو غير إخراج إيران. الآن يعني طبعا لا شك أن هناك سيكون طرف يعني غير مرغوب فيه من قبل الدول، سواء كان مثلا تظهر أنها من خلال الإعلام هناك تراشق إعلامي في الظاهر وإنما في الباطن تنسيق كامل، ولا أتوقع إلا أن يكون هناك تنسيق إسرائيلي روسي أمريكي على الأراضي السورية. بالحديث عن هذا التنسيق، هل تتوقعون أي رد روسي على إسقاط الطائرة العسكرية أو توجيه ضربات صهيونية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا بإرادة روسية؟ يعني اسرائيل طبعا هي صاحبه الهامش الاكبر، اسرائيل عندما قصفت بانياس وقصفت المواقع البحوث العلميه في مصياف ومواقع مؤسسه معامل الدفاع ومواقع الذخائر المتواجده هناك، وعندما قصفت يوم امس في الساحل في اللاذقيه مواقع وغربي حمص في خربه عين التين، فهي تقصف بجانب وسائط الدفاع الجوي منظومات الاس 300 ومجموعات الاس 400 المتواجده هناك طبعا بالقرب منها، وأنذرت روسيا في السابق أنذرت إسرائيل بأن هذه المواقع قريبة من وسائط الدفاع الجوي، لكن إسرائيل لم ترتدع. إسرائيل طبعا إذا كانت يعني روسيا حاولت أن مثلا تقدم أو تجعل هناك خطوط حمراء أو تقيد حركة إسرائيل على الأرض السورية فإنها تكون أو تستند إلى القوى أمريكا ذراع طويلة أيضا في الأراضي السورية، وعندما تريد أن طبعا تقوم روسيا بهذه الخطوة سيكون لأمريكا من أجل حماية إسرائيل ومن أجل مصلحة إسرائيل خطوات مضاعفة ضد روسيا وضد يعني عملاء الموجودين في الداخل، لأن لديها هي قوة برية تعتمد عليها في الأراضي السورية. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري السوري عبد الله الأسعد، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.